فدينك أحمد مستنزف يا رب، تكفون شوف إن أحد غير أحمد تكفون. فدينك يا تكفون يا اياد، رب. انت الاسد، انت الاسد يا اياد. شوف إن أحد غير أحمد يا رب. اسمع فزاع. اسمع، شو هذا المستوى يا زلمه؟ شو هذا؟ خصم ضعيف. فدينك يا اياد. ولك شوفي 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 شوفي، لو ايش مو اشوف؟ مستنزف والله يجي يكسر راسك، والله شوفي كم منزل بجولتين. شوفي ايه تستاهل، بس انا عندي اياد هلا، ما بتفوز علي. لما بديش احكي يا زلمه، شو اللعبة هذا؟ عاش اليمن السعيد، يسعد دينك يا اياد. وبعدين ترى والله سكور ضعيف يا رب، والله نقدر عليه، والله والله نقدر ترى، والله ولا شيء. 30,000 فزاع، لا يجي الحين يطقه فزاع غالب. صقر، شايف احنا صرنا توب 6 من بداية الساعة. يسعد دينك يا اياد، يسعد دينك. كفو يا رب ان ما جبناه ما كنت صقر. كم سو؟ راح احكمك هاي الجملة، انا بوريك. استمسوا علي. كيف صدقت انت بتدق علينا اليوم؟ كيف صدقت شيء؟ ايش انا عندك يا تدينك يا اياد. كيف طاقة سير وشدة، خصم ضعيف. شو هذا يا منك يا اياد. والله صقر ما بتفوز علي يا اياد، موجود تخسي. القم قبل امس غسلناكم غسيل. مين اللي غسلنا؟ نعم انا
شو غسلتكم غسيل. اعطيني احكامك، اعطيني احكامك. هاي هديه واللي قبله هديه. الله يسعدك يا اياد. كبس يا ربع اوريكم. الحكم الاول بصمه بالاول، بصمه بصمه بصمه. شوفوا السكور يا الله، وسكورك وصل لبنان يا صقر. ايوه اياد بحكي انه هو مسامحك. انا بدي احكم اني الحين لو تطيح بيدي والله راح انقلك شنقله، تعلقك تعليق. والله؟ اي والله. بس هو سامحك. معليش كذا قتلت الحماس فيني. معليش. اياد مسامحك. انا والله ما سامحك. اوكي بس هو مسامحك يعني ايش اعمل؟ طيب انت اعطيني احكامك، الداعم حكم سامح وحكم احنا يقول لك اياد نحب اليمن واليمن يحبنا. نحبكم شعب واحد، يمن واحد، اردن واحد، ثلاثة واحد. اكيد طبعا. شو ايه بفجرك هلا شب. اعطيني حكمك. هو سامحك ما بقدر احكي انا. شو عيب علي اذا انا حكمته وهو مسامحك؟ ما بصير. ترى والله بفجر، والله لو فزت بفجر، والله ما بتفوز عن سابع ابليس، والله ما ارحم. ما بتفوز. خصم ضعيف اصلا. شو هاد السكور؟ عندي سكورك كتير طيب يا صقر. شو هذا يا زلمة؟ بديش احكي. تصبح على خير وانت بألف خير يا اياد. الله يسعدك يا رب، نورت الباب، نورت الدنيا. طلع اياد. ارسلت لي جول عشان اياد. العبي العبي العبي. انا ما ارحمها. كبسوا كبسوا عادي 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 يا جماعة. كبسوا كبسوا كبسوا. يلا بنقدر نوصل تصويت. تصويت. أنا صبرت بالتصويت. بنقدر نوصل تكبيس أكتر. يلا يا جماعة كبسوا 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 يا ربع. الحين ما عاد عندها غير التكبيس. مين قال لك؟ عندي كمان. الله يسعدهم يعني كلهم. والله الله يسعدهم. بعدين المكبسين ما له التكبيس يعني مش عارف التكبيس يعني يقصد لك بالتكبيس. ما تحطي راسك براسنا. شوف التكبيس حقنا. كبسوا يا جماعة. يلا كبسوا فرجوا تكبيسنا. كبسوا كبسوا فرجوا التكبيس تبعنا. فرجوا. صحيح انا مش زي جولات اياد بس الله يستر يعني. كبسوا يا جماعة. كبسوا 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 كبسوا. خسارة خسارة الكنادر حق مصطفى راحت على الفاضي. كبسوا 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 يا رب. صوتوا صوتوا بما انكم كثيرين في البث. طلال شكرا يا طلال. ايوه خلينا متقدمين. ايوه يسعد دينكم. ايوه احنا نفوز عليكم بالكنادر يا صقر. ابو عمر الله يسعدك يا ابو عمر. يسعد دينك. كبسوا كبسوا بما انكم كثيرين في البث يا رب. كبسوا يا جماعه. كبسوا 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 كبسوا. خلينا نفرجيهم انهم سووا معايا الحركات. لو كل واحد عنده 10 اصوات حلوه. سريع سريع تدخلوا على هنا البث. في عندكم هنا مربعات تحت او مستطيل فوق. هنا تقلبوا كذي كذي تحصلون هذا التذاكر السوداء. هي تضغطوا عليها. حلوين حلو يطلع لكم الصورة المزدهرة. تنزلوا تحت بتحصلوا. يا الله من يرسل لي واتساب. افضل نجم اداء هذا سالي بن سالي المسلاني. اوكي تدينك يا طلال. وتضغطوا لها تصويت. هني الثانية هي تضغطوا تصويت وتضغطوا تأكيد. عندك 10 نقاط حط 10 نقاط بالانجليزي وصوت. يا جماعة حتى اللي عندي والله صوتوا لي يعني بركي يعني في أمل تعرفوش بس ما يعني. الله يسعدكم. صوتوا لي صوتوا لي يا جماعة. طلال يا الله يسعدك يا حبيبتي يا نانا بحبك والله. طلال الله يسعدك يا طلال. سوسو معنا في البيت وحاضرينها من التعليقات. أحسن يا سوسو.
هذا واحد تستاهل. يلا يا جماعة كبسوا كبسوا كبسوا، ضغط شير شدوا، لا نخسر لا نخسر هاي الجولة. أيوة كفو، إحنا خلينا دائما متقدمين. الله يسعدك يا طلال، يا رب كبسوا ما يتقدم خط تالي علينا. طلال شكرا يا طلال، يسعد دينا. الله يسعدك يا طلال، يا رب يا طلال. سمعت حالك قديشك مزعج يا صقر؟ يا رب في واحد يقول اكيد طيب صدق، ما تروحوا على بث احد وتقولوا تحرقون احمد هناك، تقولوا لنا بفزع، عيب، خلوا البنت تاخذ راحتها في بثها. واحمد عاد هو يقعد يشيك علينا كل شوي، يدخل ويرجع يدخل ويرجع. نانا شكرا يا عمري، نانا حبيبة قلبي انت الوردة والله. يا الله خصم ضعيف يا صقر، شو هذا ما كنت تشتغل بالثريم تقول احمد تعال افزع صقر، هو يجي هو يجي، وانا اذا حسيت نفسي اني مضطر مضطر اشيله. كبسوا يا جماعة كبسوا، لا نخسر هاي الجولة. كبسوا 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 كبسوا، شدوا شدوا ترى نقدر. مسيطرة تمشي مسطرة، هخليك لو شفت مسيطرة. سؤال ثاني، في شيء غريب صح؟ شارع بنت تبص لورا، أيوة أنا مسيطرة يا حتة سكرة، طول ما أنت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة. في حاجات حزنتك منها كل هواي الغلط، ترى تقدر تحكيها انت جدا. شدي عيش يا غلا، شدي لا ست ساعات حباطش، شدي يا جماعه شدوا. والله عن جد معقول انه نوصل يعني؟ والله احنا العدد اللي على البث منيح. قد ايه عندك يا صقر على البث؟ 2100 وانا عندي 1800. بنقدر نجيب التصويت على فكره؟ طب يا ساره 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 الكشفه المحروقه، شدي شدي. عبد اليمن شكرا، شدي يا ساره. عبد اليمن سعدينك، شدي يا كسنا، كبو يا سارة كبو. عبد اليمن لا نخسر، دير بالكم دير بالكم النجاح، فلا نخسر. رب تك حبيبة تك تك تك. ولك يا رب يعني أحمد مو موجود ناكل هواء، ولكم يا رب على البث كل واجب على أحمد، ولك شنو هذا؟ شو هذا يا زلمة؟ بديش شو هذا يا رب؟ خصم ضعيف؟ لو اعتزل احمد التيك توك اليوم انا بكره اعتزل ورا، والله ما اطول. بدي احكي يا زلمه. لا انا مش عبله، انت بس احكي شعر. لا انا انت عبله. يا عبله انك كبله. اعطيني هات احكي شعر. نظرت اليك يا عبله وقلبي قال طربق طربق، فانت فتاه جميله كوردة في بستان تزهر بزهور لطيفة. عبلة أيتها الخبلة، أنت ذو جمال لا يطاها وذو أخلاق لا أحد في هذا العالم يمتلكه. وقد نظرت إلى عبلة وقلت لها أعطيني من خدك قبلة، فقالت لي يا عنترا اذهب انك مجنونة، فقلت لها انا مجنون بحبك، قالت لي انقلع لاجيب لك ابوك، قلت لها مع السلامة. خلاص خلاص. اكثر حدا بيخترع الشعر من جولي شيك صقر. الحمد لله انه عنتر ميت ولا كان انتحر. حتى عبلة مع انها كانت تحب الحكي والشعر. خلاص تقر استسلمت، اعترف ان احنا خصم قوي. شوفي انت خصم ضعيف وانا ما استسلمت. عنتر بن شداد تكفى فكني، لا تقول لي العب خلاص، بس اني مو استسلمت ولكني اترك الميدان للصغار يلعبون، لانه اذا حضروا الكبار اكيد الصغار يتاثروا. ألعب أنا معك، والله ما صدقكم، والله ما صدقكم يا نصابي تتفرطوني. هذا الحكي وأنت ماسح الفحم بتحكيه، أوكي؟ عشان أنت هلا محكوم يا صقر.